المصرية قالت على نفسها إنها لا تقوم بتنفيذ أي شيء إلا ما يكون بشكل يليق بمصر وبالمصريين. في البداية كانت في فبراير 2019 لما نجحت تجربتنا في إعادة استخدام أحد أصول الدولة الغير مستغلة في محافظة المنيا بالصعيد. مبادرة كانت الأولى من نوعها، نحول مؤسسة عقابية للأحداث بنات كأصل غير مستغل لأول مركز لتأهيل مرضى الإدمان في الصعيد، بيتم تنفيذه بمعايير دولية عشان يقدم خدمة تأهيل لمرضى الإدمان في الصعيد على مستوى الإقامة الداخلية والرعاية النهارية، ويكون بداية لسلسلة كبيرة لمراكز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بالمحافظات المحرومة من الخدمة.